يا صباح الخير على حضرتك. ازي حضرتك؟ يعني مبادرة جميلة جدا وبتتزامن مع ملف في منتهى أو في غاية الأهمية، أكيد تغيير المناخ مع استضافة مصر لهذه القمة خلال أيام قليلة جدا. خلينا نعرف من الأول إزاي ممكن مبادرة زي كده فعلا تعمل سبوت لايت أو تسلط الضوء بمعنى أصح على ملف في غاية الأهمية زي اللي احنا بنشهده الأيام اللي جاية. تفضل. طيب، الحقيقة المبادرة اتعملت عشان تحقق عدد من الأهداف، أولها رفع الوعي بالتغيرات المناخية. عايزين الناس تعرف يعني إيه تغير مناخ، إيه الإجراءات اللي هم ممكن يعملوها، إيه السلوكيات اللي ممكن يساعدوا بيها في محاربة التغيرات المناخية. بجانب إن إحنا خلال زيارتنا لعدد من المحافظات كنا بنحاول نظهر التحديات والفرص، يعني كنا بنزور المشاريع اللي بتساعد في تخفيف حدة التغيرات المناخية أو بتساعد في تقليل الانبعاثات، زي مثلا في الأقصر زوبة ابن رجادة الشجرية، على مساحه حوالي 700 فدان مزروعه اشجار بيتم رياها بمياه الصرف الصحي المعالجه، بتمتص كميه كبيره جدا من الكربون، بجانب ان ليها جانب اقتصادي. في مطروح زرنا محطه تحليه مياه من ميه بحر، في الزعفرانه زرنا محطات انتاج طاقه الكهرباء من الرياح. فبنعدي كمان عن المحافظات عشان نعرف الناس ايه المشاريع اللي موجوده فيها، ايه الفرص اللي هم ممكن يستغلوها، ايه الحاجات اللي ممكن يشاركوا فيها كافراد. ده الهدف الاساسي. الرحله يعني ما حصلش في تاريخ مصر قبل كده ان حد لف جميع محافظات مصر بمركبات كهربائيه، احنا كنا اول مركبه كهربائيه في تاريخ مصر تزور اماكن كتير جدا، رحنا السلوم، رحنا سيوه، رحنا ابو سمبل، رحنا شلاتين. حتى الان زي ما حضرتك ذكرت احنا كسرنا الرقم القياسي الاول بما يقارب من 10,000 كيلو خلال الفتره دي. ان شاء الله احنا مكملين عشان نغطي بقيه المحافظات، فاضل لنا عدد قليل من المحافظات، وبعد كده هنتوجه لسينا او شرم الشيخ لحضور المؤتمر. وفي فيلم تسجيلي عن الرحله هيتعرض ان شاء الله في مؤتمر المناخ علشان التجربه دي ناس كتير تشوفها. الخلاصه ان مصر كدوله هي دوله متاثره بالتغيرات المناخيه، احنا متاثرين بانبعاثات دول اخرى، ما لناش ذنب في حاجات كتير بتحصل. صحيح. فتم جمع عدد من القصص من الناس اللي احنا قابلناهم في المحافظات المختلفه، ازاي تغير المناخ بيأثر عليهم كافراد، مجتمعاتهم اتغيرت ازاي، اقتصادهم وحياتهم اتاثرت ازاي. لان احنا بنحاول ان احنا نحس الدول الصناعيه او الدول المصدره للانبعاثات انها تقلل من انبعاثاتها عشان الناس دي تقدر تعيش، وفي نفس الوقت يدعموا المجتمعات المتضرره من سلوكهم اللي سبب التغيرات المناخيه. رائع جدا. طيب خليني اسالك حاجه، دلوقتي مبادره اعتقد جديده من نوعها، مبادره جيده جدا، مبادره بتتكلم عن توعيه لملف في غايه الاهميه زي ما انت بتقول يا باشمهندس، بس انا دايما بقيس نجاح اي شيء بمدى رد الفعل وفكره ان هي بتريتش قد ايه او بتوصل لقد ايه من عدد يعني للناس اللي هي بتتابع. فخليني اتاكد منك او اعرف منك لحد دلوقتي تقريبا قد ايه في ناس وصل لها فكره هنا المبادره دي والغرض من هذه المبادرة، يعني خلينا نعرف انتوا بتتابعوا هنا ولا مجرد زي ما بيتقال كده حملة بتتعمل وخلاص؟ لا بص، احنا بنشتغل على كذا مستوى الحقيقة في التوعية. أول جزء على الأرض الناس نفسها، بنقابل ناس في كل محافظة بنروحها، رحنا جامعات، عملنا إيفنتات في عدد من المحافظات، شاركنا في عدد من الإيفنتات. في جانب ثاني بيتعمل على السوشيال ميديا، التوعيه على السوشيال ميديا والسوشيال ميديا بتاعت الرحله والحاجات المصاحبه ليها. في جانب ثاني اعلامي، الاخبار والفيديوهات اللي احنا بنسجلها عن الرحله، يمكن حتى اخر خبر جاي لي قيمه التغطيه الاعلاميه للرحله من ثلاث ايام وصلت 6.5 مليون جنيه. يعني بمعنى حضرتك لو عملتي كامبين للتوعيه بقيمه 6 مليون جنيه هيحقق اللي احنا بنعمله، واحنا لسه ما خلصناش. فالحمد لله الاثر على الارض والاونلاين فوق ما كنا نتوقع. يعني حتى الرقم اللي انا ذكرته لحضرتك ده بس الجزء الاعلامي، ما تمش اضافه فيه لسه الجزء بتاع السوشيال ميديا، ما تمش اضافه فيه الجزء اللي على الارض في الايفنتات اللي اتعملت. كويس، دي نقطة على فكرة في غاية الأهمية، لأن أنت دايما لازم بتشوف الأول في الآخر أو بتقيم قد إيه أنا وصلت للناس، فدي أعتقد نقطة مهمة جدا أن أنت كمان توضحها لنا. طيب على كل حال يعني احنا نتمنى ان شاء الله لما ترجع من مؤتمر المناخ تكون معانا علشان بقى نتكلم في صدد هذه المبادره ونعرف تفاصيل اكتر منك وازاي ممكن كمان نعمل مبادرات زي دي تاني وحملات توعيه ممكن توصل لاكبر قدر من الناس. انا بشكرك جدا باشمهندس علي عبد، شكرا ليك.